أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشفاعة العظمى يشترط فيها الرضا من الله عز وجل؟ نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، وإنما يسجد بين يدي ربه يستأذنه، فإذا أذن له شفع. وأما الرضا هذه شفاعة عامة للمؤمن والكافر، ما يشترط لها الرضا، وليست هذه لدخول الجنة، هذه ليست لدخول الجنة، وإنما هي لإراحة أهل الموقف فقط، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.